بسم الله الرحمن الرحيم. gastrointestinal tract الجهاز الهضمي. start with the mouth بيبدأ بالفم and end with the anus تحت الشرج. الأوس هو قصر مريء muscular tube أنبوب كده عضلي for the transportation of an ostrich لحد يصل لي ال small intestine. الأوس هو قص بيعمل transportation بينقل الأشياء تروح للاستومك ومن الاستومك تروح بعد كده تصل للسمول انتستين وتاخد تقريبا 6 متر. اللارج انتست التخزين بيكون في السمول انتستين. اللارج انت الاسوفاجس قلنا ماسكولار تيوب فور ترانسبورتيشن اوف فود اللي هو انبوب عضلي بينقل الطعام. الاستريج والاستومك تعمل تخزين استريج بعد كده يروح الطعام في السمول انتستين. السمول انتستين تقريبا طوله 6 متر. بعدين نجي لللارج انتستين no actual digestion ما تكون في هضم يعني حقيقي. 1 liter of water is present تقريبا في لتر بتاع مويه. last movement phases for لما يكون في حركه اقل وتتكون فيها الفيكال ماترس. surface area of the small intestine 25 سنتيمتر السطح بتاعها بتاع الامعاء الدقيقه 25 سنتي because of the villi and microvilli which ايد ابزوربشن لانه فيها حملات الفلاي والمايكروفلاي اللي هي تساعد على الامتصاص. ابزوربشن ويتش ايد ابزوربشن اوف دايجستد ماتيريالز المواد اللي حصل لها امتصاص يحصل لها الهضم يحصل لها امتصاص. بروتكشن البروتكشن تو اللي هو جاسترو انتستينال تراكت بروتكشن بروتكشن الحماية. أول حاجة ميوكس ميمبرين سكريشنز بالإفرازات بتاعة الميوكس والإميونوجلوبولين A الميوكس مادة مخاطية وإميونوجلوبولين A. والثاني سليبري جلاند سكريشن الباروتيد ميلي بيفرزوا كمان إفرازات السليبري جلاند خاصة الباروتيد جلاند المكافية. الميكروبس اللي هي النورمال فلورا بيكون عندنا بكتيريا عبارة عن نورمال فلورا. 600 types of bacteria found in the mouse عندنا 600 نوع من البكتيريا موجود في الفم. commonest type أكثر واحد منتشر هو الستريبتوكوكس فيريدنس. ستريبتوكوكس فيريدنس دي فاكلتيتيف بكتيريا متعايشة يعني لما تسمع ستريبتوكوكس فيريدنس في الماوس ده شيء طبيعي. there is aerobic and anaerobic bacteria as well bacteroids ممكن تكون في واحدة ايروبيك وممكن تكون في اني ايروبيك بكتيريا. طيب اوسفوغس هاز ترانزيانت الاوسفوغس عنده ترانزيانت توزا which is why infection of low chance ترانزيانت بكتيريا عنده ترانزيانت بكتيريا يعني البكتيريا ما تجلس كتير في الاوسفوغس في المريء. هاز ترانزيانت بكتيريا which is why infection is low chance يعني نادرا جدا ما تلقى انه في انسان يقول لك عنده التهاب في المريء. if oesophagus is infected think of HIV لو لقيت احد عنده التهاب في المريء لازم تفكر على طول في الايدز معناه عنده مناعه منخفضه جدا اذا اصاب الاوسفوغس. infection by form whitish spots لو كان في اصابات بال فنجر كده بتكون في وايتش سبوتس والاوسوفوجس بين سيميلر تو اسكيميا يعني لو في احد عنده الم في المريء بيكون كانه عنده ذبحه صدريه يشبه الالم بتاع لانه المريء في الوسط في مكان الصدر فبحس كانه عنده ذبحه صدريه. استومكس اسيديتي داز نوت الاو بكتيريا تو ليف ان ات الحموضه الموجوده في المعده ما بتسمح انه الجراثيم تعيش في المعده او انفكتد او تصيبه. Despite this, the stomach is not 100% sterile. لكن المعدة ما 100% بتكون معقمة. بيكون عندنا فيها ممكن تصيب جرثومة ال H. pylori. جرثومة المعدة اللي هي اسمها H. pylori أو Helicobacter pylori. Small intestine mainly gram negative bacilli generally is protective mechanism is not BH. Small intestine خاصة بنلقى في السمول انتستين بلقى فيه الجرام نيجاتيف باسيلاي جرام نيجاتيف السالبة الجرام.
it is a protective mechanism is not pH, مش بتحميها البي اتش الحموضه لانها because it is alkaline لانها ما حامضه هي الكلام قاعديه. digestion tools of movement of the small intestine الحركه بتاعتها prevent the bacteria from growing بيمنع البكتيريا from growing from growing unlike large intestine where there is numbers of bacteria due to decreased movement and increased nutrient عكس large intestine where there is a numbers of bacteria مجموعة من البكتيريا وفي قلة في الحركة وفي زيادة في الغذاء في large intestine بكده بتكثر فيها البكتيريا. بلقى في بكتيريا مثلا في الفيكال ماترس تقريبا 10 to the power 8 من البكتيريا و 99% منها ان ايروبيك غير هوائيه باكترويدز والانترو باكتر واكثر حاجه الباكترويدز هي الدوميننت السائده. طيب